هنا بتاعت البغلة بنسميها تي بي أو الآر. لو هي خرسانة مسلحة أو خرسانة عادية كل واحدة فيها لقم. لو خرسانة مسلحة الآر بتساوي الإس على من 5 لـ10، الإس دي اللي هي عرض الفتحة الواحدة بتاعت الأنظرة. ولو خرسانة عادية الآر بتساوي الإس على من 3 لـ4. بعد كده ارتفاع البغلة، ارتفاع البغلة الأكبر من أو ماكس أوف واي أب ستريم زائد نص، أو منسوب الطريق ناقص منسوب القاع ناقص متر. لو منسوب اللي هو فيه كان فيه لغط او فيه في مشاكل في الواي اب ستريم، لو مديني واي دي يعني تيجي مساله كامله على بعضها. لو مساله كده جت مره واحده قطاع واللي صمم البغله زي الشيت، هناخد واي اب ستريم هو الواي داون ستريم. طب لو انا بحل مساله وعملت بقى تشيك هيدنج اب، وكان في المطالب تشيك هيدنج اب، طلع لو مثلا طلع الهيدنج اب مثلا ب 6 سم، يبقى اخد واي داون ستريم زائد الهيدنج اب اللي هو 6 سم، عشان ننهي الموضوع الكلام في الموضوع ده. ده شكل البغلة اللي معايا. شكل البغلة ده هو عبارة عن السايد فيو بتاع البغلة. الناس تتخيل كويس جدا المساقط عشان هتفرق قوي. ده كده السايد فيو بتاع البغلة. كل ده اسمه البير، طول البغلة الكلي عبارة عن ايه؟ وده الكوبري جواهم. ده شرحناه السكشن اللي فات. بيبدأ هنا الأول بقرع على 2 اللي هو القوس اللي بقى في أول البغلة. لو أنت تخيلت معايا البلان اللي أنت رسمته بكده، بعد كده في مسافة 1 متر لحد ما أوصل البوابة الثانوية. البوابة الثانوية دي بوابة احتياطي. إزاي؟ لو في مشكلة في البوابة الأساسية بيقوم مشغل البوابة الثانوية. وبعد كده في مسافة 1 متر بين الثانوية والأساسية، عرض الأساسية بتبقى 6 من 10. في مسافة من بين البوابة الأساسية وأول طرف الكوبري متر متر ونص. بعد كده عرض الكوبري ببريدج. ببريدج له حالتين اتنين معلوماته. ببريدج يا إما يقول لي عرض البلاطة وبعد كده يفسر لي السايد ووك يمين وشمال، يا إما يقول لي عرض الكوبري كامل على بعضه قد إيه. في مسافة ما بين بداية الكوبري والبوابة الثانوية في الداون ستريم، عرض البوابة الثانوية في الداون ستريم 4 من 10. فايدة البوابة الثانوية في الداون ستريم بتبقى عشان الصيانة، عشان لو انا عايز اصين تحت الكوبري بقفل البوابه ديت والبوابه ديت وبصين تحت الكوبري بحيث ان مفيش ميه تعدي العامل اللي موجود تحت ده. في مسافه 1 متر ما بين البوابه الثانويه لحد القوس. تخيل في هنا قوس بتاع البغله لو تخيلت البلان من السكشن اللي فات، طوله ار على 2 او التي بي على 2. في حته بقى مهمه جدا دي اللي هنتعامل معاها، ال افكتيف. ايه هي ال افكتيف؟ كنا زمان السنه اللي فاتت كنا ال افكتيف دي بنعملها من التحليل بتاع الكوبري. يعني تحت بتاع الكوبري نشوف تاثير الحمل بتاع الكوبري زي تاثير الشبه المنحرف كده، تاثير القاعده على التربه. مالناش دعوه بقى خالص، انت على طول ال افكتيف هتاخدها بدايه من البوابه الثانويه، اول بوابه الثانويه في الابستريم لحد البوابه الثانويه في الداون ستريم، من اول هنا مكان السهم كده لحد مكان السهم ده كده. ده ال افكتيف. في بقى حاجة صحيح، ال effective السنتر بتاع البغلة بيقع فين؟ السنتر بتاع البغلة بيقع في نص ال effective. طب والسنتر الكوبري بيقع في سنتر الكوبري. طب هل الاثنين بينطبقوا على بعض؟ مش منسين، هل الاثنين بينطبقوا على بعض؟ لا، لا. ليه يا حودة؟ لان انا البوابه الثانويه انا على بعد 1 متر، لكن البوابه الثانويه اللي هناك على بعد 2.5. جدع. يعني شوف احنا قلنا اللي افكتيف من اول هنا لحد هنا. طب ده معناه ايه برضه؟ الشويه اللي على يمين الكوبري غير الشويه اللي على الشمال الكوبري. ده معناه ان الكوبري مترحل عن السنتر بتاع البير. ده معناه ان في مسافه اكسنتريستي ما بين سنتر البغله وسنتر الكوبري. تمام؟ خلي بالك من دي قوي. والمسافه دي هنعرف هنجيبها منين بكل بساطه. لو عايزين نجيبها دلوقتي، المسافه من اول سنتر البغله لاول الفتحة بتاع البوابة الثانوية دي قد ايه يا حودة؟ لو سنتر البغلة من سنتر البغلة لحد أول البوابة الثانوية دي. المسافة هتبقى قد ايه؟ اللي افكتيف على 2 صح؟ اللي افكتف على 2. جميل. طب أنا عايز أوصل لسنتر الكوبري، أطرح بقى من هنا، أطرح قد ايه؟ أطرح 1 متر، وأطرح عرض السايد ووك، وأطرح نص عرض البلاط. يبقى لي المسافة الصغيرة الإكسنتريستي ما بين سنتر الكوبري وسنتر البغلة. أهو ده اللي هو البلان بتاع البغلة، بس المفروض أزود هنا نص قوس وهنا نص قوس.
الاحمال بتاعتي لما باجي احللها بحللها على البلان بتاع البغله. يعني ايه؟ يعني برسم البلان كانك شايف البغله من فوق، بعمل محور اكس ومحور واي. محور واي هو السنتر بتاع البير بتاع البغله، في في بعد كده السنتر بتاع الكوبري في مسافه اكسنتريستي اللي هي بنسميها ايه او الاي واي اي رمز. كنا بنقول زمان كان هنا في الونش اللي بيرفع البوابه اللي في الفتحات السنويه، الفتحات اللي البوابه الاساسيه، ما شرحهاش السنه دي ومالناش دعوه بيها، كنا بنشرحها السنين اللي فاتت وكانت بتخش معانا في التاثير. بس الصح ان ادخلها معايا في التاثير لانها تفرق في العزوم. ايه الاحمال اللي عندي؟ سيكشن 2 ركز عشان هنا نزود حته صغيره. اللودز، ايه الاحمال اللي عندي على البغله؟ عندي الشباب بشتغل ثلاث حالات تحميل، ناس تركز قوي. بشتغل ثلاث حالات تحميل. اول حاله بحمل الكوبري وبحمل البغله كل الديد لود عليها وكل اللايف لود عليها. يعني ايه؟ يعني بجيب الاون ويت بتاع البغله والاون ويت بتاع الكوبري والناس اللي ماشيه على الكوبري والعربيات اللي ماشيه على الكوبري، كل الديد لود وكل اللايف لود اللي على البغله ولا على الكوبري. مفيش لايف لود على البغله غير حركه الوينش، بس دي ما جابوش عليها سيره السنه دي فمالناش دعوه بيها. فاصبح عندك اللايف لود الموجود هو اللايف لود بس الموجود على الكوبري. دي الناس بتاعه سيكشن 2 تزودها عشان ما قلناش السيكشن اللي فات. فالديد لود اللي عندي عباره قلنا حاجتين اتنين، الكوبري والبغله. الكوبري نبدا بالبغله، اون ويب بتاع البغله هو عباره عن ايه؟ اي اون ويت في الدنيا، اي وزن في الدنيا، الجاما بتاع الوزن النوعي بتساوي الدبليو على الفي، يبقى الوزن بيساوي ايه؟ الفي في الجاما. الفي اللي هو الحجم بتاع البغله عباره عن ايه؟ اللي افكتيف في تخانتها اللي هي ار او تي بي في ارتفاعها اتش بير مضروبه في الجاما كونكريت. بتاثر فين؟ في السنتر بتاع البغله اللي هو في نص اللي افكتيف. دي اول حاجه. تاني حاجة الاون ويب بتاع الكوبري عبارة عن ايه؟ اي اون ويب في الدنيا عبارة عن الوزن النوعي في الحجم بتاعه. الوزن النوعي بتاع الوزن اللي هو الجاما اللي هي الجاما الخرسانة المسلحة. طب الابعاد بتاعته اللي هو الحجم بقى، حجم الكوبري عبارة عن ايه؟ تخانته. الابريدج عبارة عن تخانته بقى من 20 سم لنص متر. في بي بريدج اللي هو عرض الكوبري. في ممكن في مدرستين اتنين بيقسموها، واحد يقول لك خد عرض الكوبري كله اللي بيمشي فيه العربيات زائد اتنين سايد ووك مثلا، ده اللي بيمشي فيه العربيات 8 وسايد ووك بواحد، واحد وواحد و8 يبقى كده 10. في ناس بتقول لك خده كله على بعضه، وفي ناس بتقول لك قسمه سايد ووك لوحده وعربيات لوحدها، مش هتفرق عشان ننجز وقتنا بناخد التخانه في عرض الكوبري كله. ماشي. وما نساش اضرب ده ما احنا خدنا المساحه، عايزين طول بقى. ايه الطول بقى؟ انا شغال على بصمم بغله، فانا شغال من بغله لبغله وباخد السنتر بتاعي في النص، ودي البلاطه بتاعه الكوبري من سنتر البغله لسنتر البغله عشان احلل الاحمال بتاعتي. فمن سنتر البغله لسنتر البغله مسافه قد ايه؟ عرض الفتحه اس وتخانه البغله تي بي، يبقى طول بتاع الكوبري او عرض بتاع الكوبري هو عباره عن الاس زائد التي بي. لفظ التي بي اللي هو التخانه بتاع البغله، ممكن هنا في الورده نسميه ار اي اسم بس يكون فاهم. يبقى عرض الكوبري عباره عن اس زائد ار مضروب في الجاما كونكريت. ممكن يريحني خالص يديني يقول لي الديد لوب بتاع الكوبري مثلا بواحد طن على متر تربيع، وهم يديني خلاص الحمل، بقى انا مش هحسب خالص يبقى السيكنس في البي بريدج في الجاما كونكريت. يبقى الديد لود اللي مديهولي على طول اضربه في الاس زائد ده موجود، لايف لود برضه كذلك. يعني الحته دي هتوضح قوي في المثال بالارقام. كنا بنشرح زمان الحته بتاعه البوابه، مش هنزودها معانا، الناس تشرح طبعا الجزئيه ديت. تمام. اللي بعد كده دي كده الحاله الاولانيه. قلنا الحاله الاولانيه بنعمل ايه؟ الحاله الاولانيه بحمل البغله والكوبري بكل الديد لوب بتاعها وكل اللايف لود اللي عليها. هو الفيديو شغال بتاع شغال ولا الدنيا في ايه؟ مش منسيين.
يا باشمهندس الناس معايا؟ باشمهندس تمام معاك يا باشمهندس. ماشي، يعني كل شوية كده حد يكح أي حاجة كده. ماشي عشان ما ماشي، نفصلش حضرتك بس. لا ما تقلقنيش، عشان بس أطمن إن أنت عندك كويس. ماشي تاني حالة شغالين فيها البغلة، أنا أتبنى واحد ما سألنيش أنا بشغل كذا حالة تحميل ليه؟ عشان أجيب أقصى نورمال. نعم شغاله تقول إيه؟ حد بيتكلم؟ هو في حد كان بيسأل بس الصوت عنده بايظ. أنا شغال كذا حالة تحميل ليه؟ الحالة الأولانية بجيب منها أقصى نورمال عندي، لأني بحمل الكوبري كله بديه دود ولايف لوب بتاعه وبيديني عزم صغير، هنشوف دلوقتي في المثال. طب الحالة التانية والحالة التالتة عشان أجيب أقصى عزم ام اكس وأقصى عزم ام واي، يعني بعمل ده كله. يعني حالة كريتيكال، مش انت مثلا ما كنت بتحله في سنة أولى في الخرسانة عندك كاميرا سيمبل بيم معاها كانتليفر عشان أجيب أقصى حاجة على الكانتليفر، كنت بتحط ديد لود بس على الكاميرا وتحط ديد لود ولايف لود كله على الكانتليفر وهكذا، اللي هي حالة الماكسيمم من الحاجات دي. نفس الكلام برضه في الكوبري. طب الحالة التانية بقى، أيوه باشمهندس بعد إذنك اتفضل ارجع بس اتفضل. للصفحة اللي فاتت دي، ارجع للصفحة اللي فاتت. حاضر، مين اللي بيتكلم؟ أنا فاروق. أه ايه يا فاروق؟ دي واحدة بس، أيوة في الحتة اللي تحت دي، في عند ده تحت تحت في آخر الصفحة. دي أه هي بتاعت احنا ال قلنا N did load و N did load. لا 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 في أي one، قلنا دي نشطبها يا فاروق، قلنا دي نشطبها، قلنا دي نشطبها، حتى قلنا ال عشان فيها تيسير. اتفضل. يعني الوزن، يعني ال N did load و M Y دي مش هيبقى معانا برضو. لا معايا، بس انا مش داخل معايا البوابات جزء البوابة بس، جوه اللي هو البوابة او الليفت ستراكشر غير او البوابه. هشرحه لك اهو. ال N did load، يعني المفروض هنا نزود بقى N live load كمان. N did load اللي هو موجود عندي دلوقتي، اللي هو انود بتاع البير وبتاع الكوبري وبإشارة سالب عشان هو ضغط، والام واي في عزم بيحصل حوالين محور واي اللي هو الحمل بتركز في سنتر الكوبري، وفي مسافة اكسنتريستي بيعمل عزم حوالين محور واي، ولغيت بتاع البوابة اهملته. ماشي، ده هيبان اكتر في المثال. ماشي هندسة تمام، ماشي، بس كمان بصلح وراك، بس عشان بصلح وراك السيشن طويل جدا يا شباب، فالناس تسرع نفسها شويه. الحاله الاولانيه بقى، الحاله الثانيه بعمل ايه؟ بلعب في اللايف لود. يعني ايه بلعب ازاي في اللايف لود؟ انا عايز اجيب اقصى عزم موجود على الكوبري ام واي حوالين محور واي، اعمل ايه؟ ام حمل نص البلاطه اللي على اليمين بتاع الكوبري باللايف لود كله، وساب البلاطه اللي على الشمال من غير تحميل، بس الديد لود موجود، الديد لود بتاع البغله موجود والديد لود بتاع الكوبري كله موجود. فعمل ايه؟ قام قافل البوابات في الابستريم، تاثير الميه على البوابات عمل لي ضغط جانبي، الضغط الجانبي ده هيعمل لي عزم حوالين محور واي. واما حمل الجزء بتاع البلاطه اللي على اليمين ده، التحميل بتاعي هيجيب مسافة، هيجيب عزم حوالين محور واي. القيم دي كلها نشرحها أحسن بالأرقام عشان تبان. الحاجة الوحيدة اللي هوضحها دلوقتي هو التأثير بتاع المية. التأثير بتاع المية هو عبارة عن مثلث مية. مثلث المية ارتفاعه واي أبستريم، قيمة الضغط الجاما في الاتش أبستريم. عايز أركز المثلث، نص القاعدة في ارتفاع، نص في جاما، فواي اب ستريم تربيع. طب بيأثر في مسافة عرض قد ايه؟ 1 متر؟ لا مش شغال 1 متر، انا يعني شغال من السنتر للسنتر. يعني ايه؟ يعني الاس زائد الار، ادي ايه؟ من السنتر لحد اول بغلة اس على 2، وبعد كده لحد اخر البغلة تي بي، وبعد كده لحد السنتر الثاني يبقى اس على 2، يبقى كلها على بعضها اس زائد الار. تمام؟ حالة النور في الحالة دي بنركز كمان المسافة بتاعة نص الكوبري اللي على اليمين، بنقسمها جزئين اتنين، سايد ووك اللي هو متهشر ده، والجزء اللي جنبه بالأزرق ده اللي بيمشي فيه العربيات. كل واحد فيهم بيعمل حمل، هنضربه في مسافة اكسنتريستي بعدها عن محور واي، يعمل لي عزم ام واي.
التفاصيل دي كلها هتبان بالأرقام أحسن. الحالة اللي هي التالتة دي اللي هي بتحمل الربع الكوبري، الناس يا شباب تشطبها عشان دي هنقولها بشكل تاني، دي كانت موجودة في السنة اللي فاتت، السنة دي حدثوها تاني. الناس بتوع السكشن 2 كان مشروح لهم الحالة التالتة اللي هي بحمل الربع الكوبري عشان اجيب ام اكس وام واي، هتشطبها، والحالة التالتة هتبقى اللي هناخدها في المثال المحلوب بالأرقام. يعني الصفحة كلها دي مش معانا؟ اه تمام. وده مثال محلول بسيط كده كنا بنديه قبل كده. بايه اللي فيه؟ مديني سيكشن كروس سيكشن لقطاع ميه منسوب فيه ارتفاع الميه في الداون ستريم 16 ناقص 10 يعني 6 متر، وبيقول لي برضه صمم نفس الكلام. فجبنا الار وبعد كده جبنا الاتش بي وركزنا الاحمال، التركيز بتاعه وتحليل الاجهادات دي كنا بنعملها بالتحليل اللي هو نسبه الميل، وكنا بنقارنها بالال افكتيف من مسافه من بوابه لبوابه. كل ده يعني التفاصيل الصغيره دي مش عليك، يعني التحليل ده مش عليك انت، على طول تقول ال افكتيف هي مسافه من بوابه لبوابه. انا اسرع هنا شويه عشان المثال طويل جدا حوالي 15 صفحه هو الليله كلها يعني. الحالة دي مش عليك على فكرة، يعني الناس من الآخر كده الليلة كلها السكشن في المثال اللي هو سادس ده اللي هنخش عليه دلوقتي على طول. سمي الله بقى كده هذا الشيت السادس، شوف هو طالب ايه. اول حاجه في الشيت السادس اهو بيقول لي ايه، بيقول لي فيجر واحد بيبين قطاع في الداون ستريم لمجرى مائي بيقول لي القناطر بتاعتي خلاص لها 3 فتحات، يعني ان بتساوي 3 واتش سبان الاس بتساوي 5 ويز بي وميتسنس يعني دي بي او الار بتاعت البير بتساوي 1 ذا بريدج وايت ويز سايد ووك 1 متر. لو قال لك بريدج سايز 10 متر وما كملش بعدها حاجه يبقى عرض الكوبري كله. امال طالما فسرها لك كده ذا بريدج وايت از 10 متر ويز تو سايد ووك 6 متر فور اتش، ده معناه ان البلاطه اللي بيمشي عليها العربيات 10 متر وفي سايد ووك يمين وفي سايد ووك شمال كل واحد فيهم 1 متر. مديني السمك البلاطه بتاعه الكوبري 60 سنتي مش هنحتاجها في حاجه لانه مديني تحت الديد لود. بيقول لي اقصى تصرف معدي من الانطره 50 متر مكعب على الثانيه، برضو مش هحتاجه في حاجه، بصمم انشائي. يعني ممكن يديك معلومات في المساله انت مش محتاجها، مجرد بس ان ممكن تسيرها كده تقول اه هنحتاجها في ايه وتقعد تفكر كتير. كان السايد سلوب ده الميل بتاع القطاع في المجرى المائي بتاعي، ومديني خواص التربه سويل بيرين كاباستي، هتحتاج الرقم ده لانك هتشيك على بيرين كاباستي بتاعت التربه من الاحمال اللي جايه بتاعته اللي من الاحمال اللي جايه من القاعده منتقله للتربه. تمام. الويت جاما كونكريت برضو ممكن برضو يلعلك فيها، ممكن برضو ممكن يديها لك 2 طن على متر مكعب دي الخرسانه العاديه، فانت تكون عارف هي بكام او مديها لك في مساله بكام. ممكن برضو يقلل لك برضو في الخرسانه المسلحه يقول لك 2.4. طب ليه بيغير؟ عشان يعرف، عشان يشوف مين اللي بيقرا اصلا راس السؤال ولا لا. اه جينا بقى للمهم، ديد لوب بتاع البريدج 75 طن على متر تربيع، يعني ايه؟ بيقول لي الديد لوب بتاع البريدج يعني مش هيحسب هنا كده الاون ويت، مديني اللايف لود بتاع البريدج كمان بتاع العربيات 1 طن على متر تربيع، يعني مديني الديد لود واللايف لود بتاع الكوبري واللايف لود مقسمه حاجتين اتنين، واحد بتاع العربيات واحد بتاع الناس اللي ماشيه على جنب الطريق بتاع السايد ووك. تمام. والاب ستريم عامل فيه حوائط بوكس تايب ده عشان الرسم، ومدين اف سي يو والاف اس عشان التصميم، هنصمم وركنج دلوقتي ان شاء الله، والاف يلد
وكيو الاوبل 2 كيلو جرام على السنتيمتر تربيع. ده القطاع بتاعي. اول حاجة اول ما اشوف القطاع في القناطر اطلع واي داون ستريم 7.5 × 4 3.5. اول حاجة بتبقى باشمهندس، اتفضل. هو هنا عرض الطريق اللي مدولي في القطاع اللي هو 12 متر، هو طبعا فوق 10 زائد 1 زائد 1 يعني 12 متر. هل ممكن يتغير؟ يعني ممكن يجيب لي رقمين مختلفين؟ في بالظبط قصدك في الاب ستريم وداون ستريم؟ مش قصدي كده، انا قصدي يعني عرض الطريق يبقى مختلف عن عرض الكوبري. عرض الطريق مختلف عن عرض الكوبري؟ هل ممكن يغيرها؟ يعني ممكن يحصل خلل في حاجة زي كده يعني؟ ممكن يبقى الكوبري اوسع قصدك من الطريق الترابي يعني؟ ممكن قصدك يكون انت مثلا مش ممكن تكون ماشي في طريق تراب كده مثلا 12 متر وبعد كده في كوبري على الميه مثلا صغير 10 متر عادي. يعني انا قصدي ان انا التزم بالعرض اللي موجود في المسألة بتاع الكوبري، ماليش دعوة بعرض القطاع اللي موجود فيه. لا 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 عرض الكوبري يبقى مديهولك كده زي متفسر كده في راس السؤال زي ما احنا قايلين من شويه تمام. يعني، عشان بس دماغك ما تروحش لبعيد. عرض الطريق ده من الاخر في المساله بتاعت الانطار ما بيحتاجوش في حاجه، انت بس يعني اتعمقت في التفكير شويه قلت هل العرض الكوبري هيبقى اصغر من عرض الطريق ولا الدنيا تبقى زي. لا عادي، انت ممكن انت من قريه ممكن تلاقي عرض الطريق قبل الكوبري مثلا 12 متر وممكن الكوبري بتلاقي اقل من عرض الطريق. اللي يحصل حاجات كتير. تمام ايه المطلوب بقى في المساله ديت؟ بيقول لي give complete structure design the regulator structure parts. عايز حاجتين اتنين، للخرسانه المسلحه للبغله والقاعده بتاعتي خرسانه مسلحه. خلي بالك ممكن يلعب بيك ويقول لك البغله خرسانه عاديه، ده معناه ان انت خطوه التسليح مش هتعملها. في ناس بقى عامله زي القطر ماشيه وخلاص من غير ما تبص، وقصده خرسانه عاديه ولا خرسانه مسلحه، تلاقي مضيع من وقته اقل حاجه تلت ساعه في الامتحان عشان يجيب حاجات التسليح بتاعت البغله. تمام، الناس تقرا كويس. رقم بي درو، عايز يرسم قطاع ممزوع الاتربه بتاع الامطره وعليه حالات الحمايه اللي هي بتاع تدبيش والسايد فيو كروس سيكشن ودرو اول تفاصيل التسليح بتاع البغله واللي هو رقم بي ده اهو، الرسم ده اهو انا باعته لكم على اللي هي الصور ده. دي في تفاصيل التسليح بتاعت الحيطه، هو مش طالب الحيطه في حاجه، ودي قطاع منزوع الاتربه ده عباره عن البلان قصده اللي هي بتاعت التدبيش اللي هي البروتكشن ديت بتاعت الحمايه. ماشي، على فكره الرسمه دي مش صعبه خالص، انت لو بصيت لها دي البغله اللي احنا لسه رسمناها واحنا في الشرح اللي هو قطاع وعليه الكوبري، وتحط الميول الترابيه بتاعتك اللي جنبك وتعمل الفرشه بتاعتك بتاع القاعده وشويه خطوط الميول بتاعت التراب والحمايه اللي جنبي والحوائط اللي جنبي في الاب ستريم والداون ستريم. على فكره الرسمه يا شباب على درجه كبيره جدا، وخلي بالك هو هل عايز اليفيجن ولا عايز بلان؟ تمام، عشان الناس ما تفهمش. لو هاف ايرث ريموف دي يبقى كده عايز بلان، بس ممكن يقول لك عايز اليفيجن. بس ده لو طلب بلان ده بياخد وقت كبير جدا. بس طالما كروكي بايد نظيفه ما لاش بسكيل يبقى احمد ربنا. كان زمان كنا بناخد في ثالثه مدني واحد اسمه دكتور الشيمي هو اللي كان بيدينا في ثالثه مدني، كان بسكيل كان الرسمه بيبقى عليها 25 درجه. انتوا متخيلين؟ الحمد لله بيبقى عليها 25 درجه، كانت بترسم في لوحه، كنا بنرسم الكوبري في لوحه، كنا بناخد معانا العده اللي مسطره والمثلثات، كانت بتاخد ساعه 25 درجه كانها رسم مدني بساعه. اللي هو تخش ترسم الرسمه مالكش دعوه بالمساله اصلا. ماشي، دي تفاصيل التسليح بتاعه البغله. ارقام التسليح ديت هنعرفها نجيبها منين. ماشي، ولازم تعمل تفريده، والقاعدة بتاعتك هي عبارة عن قاعدة شريطية، هنعرف برضو نرسمها ازاي. ده الجدول اللي هنشتغل بيه دلوقتي في التصميم الوركينج. على فكرة انت متاح لك برضو انك تشتغل بالالتميت، بس في اعمال الري
او في تصنيع مره اي واحد او مره اثنين يفضل انك تشتغل بالوركينج يعني. باشمهندس ايوه حضرتك وكده طالب في السؤال في الشيب بتاعنا قطاع الفيجن بقى وسايد فيو بس صح؟ بيقول لي قطاع طولي في الأمطرة سايد فيو كروس سيكشن. تمام فهمت. نعم انت تقرا السؤال كويس. ممكن دي ما يعني الكلمه الاخيره دي ما يحطهاش في الامتحان. هو البلان على فكره اللي فيه الشغل كله فعلا، بس رسمه نظيفه ما بقولكش يرسمها بال بسكيل يعني، نسمي الله بقى كده. اول حاجه في المساله تقرا المساله وتطلع المعطيات اللي انت عايزها كويس. يعني ايه؟ عندي كم فتحه؟ 3 فتحات، عرض الكوبري 5، التي بي اللي هي الار ب1 متر، عرض البلاطه 10 متر، عرض الكوبري الكلي 10 زائد 1 زائد 1 بيساوي 12 متر، بيديني ديد لوب ب 75 100 طن على متر تربيع، واللايف لوب بتاع البلاطه واللايف لوب بتاع السايد ووك. اول حاجه اعملها طبعا هرسم البغله واجيب ابعادها اللي هي الفتحات وعرض الكوبري وفين سنتر البغله وفين سنتر الكوبري ومسافه الاكسنتريستي والكلام الجميل ده كله. طبعا واي داون ستريم لسه قال لك من شويه، اول ما تشوف المناسيب يحسبها 7.5 ناقص 4 3.5 متر. رسمت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السايد فيو بتاع البغله، كاني شايف البغله من الجنب كده على ايدك اليمين. ماشي نكمل. رسمت، معلش الرسم كنت مستعجل فيه شويه والله، عامل ده اول امبارح تقريبا من الساعه 12 للساعه 3 بالليل، حد او من 12 بالليل 3 بالليل بحضر لكم في المثال ده، مثال معجون 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 ارقام فعلا يعني عشان تبقوا زي الدفعه كلها. نجيبه منين؟ من التفاصيل اللي جوه. طب واحده واحده، انا رسمت الاتش بير، الاتش بير احسبها ازاي؟ هي عباره عن الاتش الاكبر من واي اب ستريم زائد نص او رود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص واحد. انا ما عنديش اب ستريم ولا عندي اي معلومات عنه، فاخدتها داون ستريم اللي هو 7.5 ناقص 4 زائد نص طلعت معايا ب 4، والرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص 1 عوضت بالمناسيب بتاعتي طلع 4.5، ف 4.5 هي الكبيره. على فكره في ناس بتحسب الحسبتين وينسى وياخد الصغير، بتحصل والله العظيم كده. اللي ارتفاع البغله خدته كام؟ 4.5. طب طول البغله واحده واحده خالص، انا عندي لو رسمت بلان للبغله تحت هنا بالقوس بتاعها، هذا ار على 2 اللي هو التي بي على 2 اللي هي نص زائد، على فكرة المنقط ده ده اللي هي الطرف بتاع القوس بتاع البغلة مش فتحة ولا حاجة يعني. مشيت 1 متر، بعد كده 4 من 10 بوابة ثانوية، بعد كده 1 متر، بعد كده 6 من 10 بوابة الأساسية، بعد كده في مسافة متر لمتر ونص لحد أول الكوبري، أطلع فوق الكوبري عرض السايد ووك 1، عرض البلاطة كلها 10، عرض السايد ووك 1، مسافة من طرف الكوبري لحد من يمين بقى لحد أول البلاطة أول الفتحة بتاعة البوابة الثانوية 1 متر، عرض البوابة ديت المفروض على فكرة دي 4 من 10 معلش صلحوها، زائد 1 متر زائد ار على 2 اللي هي نص. لو جمعت الحسبة دي طلعت 19.9. ماشي. والاتش بير والقصد التي بير هو مديها لي اساسا في المساله 1 متر وارتفاع البغله ب 4.5. طب ايه 6 من 10 دي يا هندسه؟ نعم 6 من 10 اللي مكتوبه في الحسابات ومكتوبه فوق ديت هتتعدل برضو تحت في الارقام دي ولا ايه؟ ما فرقتش 2 من 10 هتطلع 19.7 من 10. احنا مش بنحل رياضه بنحل ولا بنحل فيزياء، ده تصميم يعني. انتوا كنتوا حاذلين في الامتحان حاجات يعني كده ابتدائي، معلش عندنا انا غلطت فيها يا عم الحاج، اعمل دي بدل 4 من 10 في البوابه الثانويه اعملها 4 من 10، يبقى الناتج يطلع 19.7 من 10. ماشي يا مدير؟ ملك بكل تمام هندسه تمام. انا بس والله بستفسر. لا ما انا قلتها، انا قلتها وانا بشرح دلوقتي، قلت لك المفروض دي 4 من 10 اشطبوها، فبالتالي هتعدل التجميع اللي تحت. قبل ما نيجي على بعدها بقى الالي افكتيفز. ايوه لو قال لي البريدج الويدز العرض بتاع الكوبري 10 من غير ما يحدد لي السايد ووك ب 1 متر و1 متر اطرح 2
لا يعني لو قال لي، لو قال كده بيب ريدج كلها على بعضها 10 متر وما جابليش اي سيره مثلا، ما فسرليش هو السايد ووك، بس انت لازم تكون عارف عرض السايد ووك بكام، لان في الحالات التحميل هتحط الحمل الحي او اللايف لوب بتاع السايد ووك، صح؟ معايا ولا مش يعني معايا؟ هي 1 متر دي محفوظة دايما حتى لو هو ما قالهاش. حتى لو هو تقول لي كده نفرض عرض السايد ووك بيساوي 1 متر. طيب ماشي تمام. ماشي. قبل لما ن... ايوه طب بص هقول هو لكم لو حاجه، كان مدي ال طب بس عشان نتفق على حاجه، دي لسه صفحه رقم 1 بتاع 15 صفحه. اول ما اخلص مثلا لحد يعني مثلا اول ما اخلص حاله التحميل الاولانيه هقف، حد عنده سؤال يقول، ماشي؟ عشان بس ما تشتتش بس بالله عليكم، ماشي يا شباب؟ واللي انتوا عايزينه كله هعمله لكم، ماشي؟ اللي كان بيسال معلش انا اسف. تمام كده افضل، كده افضل يا باشمهندس. ماشي يا شباب عشان بس ما تشتتش بس بالله عليكم. قبل ما انتقل من الصفحه دي، المسافه ال افكتيف بقى، مسافه التاثير في البغله بسميها ال افكتيف، بتبقى منين؟ قلنا من اول طرف البوابه الثانويه لاول طرف البوابه الثانويه في الاب ستريم للداون ستريم. تاني طرف ال ال افكتيف منين؟ من طرف البوابه الثانويه في الاب ستريم لطرف البوابه الثانويه في الداون ستريم، من طرفها لطرفها، طرفها اللي هو اللي بره ولا جوه؟ اللي جوه. تمام. اجمع كده، ده 1 زائد 6 من 10 زائد 1.5 زائد عرض الكوبري كله 12 زائد 1 متر، بس لو جمعت تطلع معاك كام؟ 16.1. ماشي. دي ال افكتيف. طب عندي السنتر لاين بتاع البغله فين؟ في نص ال ال افكتيف اهو، ده سنتر البغله سي جي بتاع البيك. طب سنتر الكوبري فين؟ في نص الكوبري، زي ما احنا قلنا من شويه سنتر الكوبري مش هو خالص ومش منطبق على سنتر البغل، في طرحين. الطرحيله دي يجيبها منين؟ قلنا ده سنتر البغله اهو. طب بدايه اللي افكتيف فين؟ اهي، يعني المسافه دي اقول هنا لحد هنا اللي افكتيف على 2. طب انا عايز اجيب الحته الصغيره دي، طب لو انا عارف الحته اللي على اليمين دي يبقى اذا اعرف اجيب من السنتر للسنتر ولا لا؟ يبقى ايه اللي افكتيف على 2 ناقص ايه بقى؟ ناقص الواحد متر ناقص 1 متر بتاع السايد ووك ناقص نص البلاطه بتاعت الكوبري. اللي فهمها كده وهي طايره ماشي، اللي ما فهمهاش ممكن نحط لها قانون، اللي هو ازاي؟ الاي واي اللي هي المسافه الاكسنتريستي بتساوي ايه؟ اللي افكتيف على 2 ناقص افتح قوس بي بريدج البلاطه، عرض البلاطه، عرض البلاطه من هنا كام؟ 10 متر على 2 زائد 1 متر بتاع السايد ووك زائد 1 متر مسافه من السايد ووك لايه؟ لنهايه لبدايه الافكت. ما تنساش الاشاره الناقص، ما تنساش القوس. بيتهيألي كده الدنيا تمام. اللي افكتيف بكام؟ ب 16.1. بي بريدج ب 10، لو عوضت تطلع معاك التعويض الاي 1.5%. محدش بيكح ليه؟ الو؟ ايوه انا معاك يا هندسه. معاك يا هندسه. شغال يعني ولا ايه؟ كله زي الفل. الو شغال؟ تمام. صوتك واضح. طب حد فاهم حاجه؟ ايوه تمام يا باشمهندس. تمام. كده جبنا ايه؟ مسافه الاكسنتريستي ما بين سنتر البغله وسنتر الكوبري، وجبنا اللي افكتيف وجبنا الاتش بير واللي بير وكل حاجه تخص بير كابعاد. حد عنده حاجه في الصفحه دي قبل ما ابدا في حالات التحميل؟ تمام. اول حاله تحميل هشتغل عليها، عندي قلنا في 3 حالات تحميل. اول حاله تحميل بسميها ماكسيمم نورمال، سميه ماكسيمم نورمال يعني اقصى حاله تحميل هتجيب له نورمال. طب بعمل ايه فيها قبل ما ابدا؟ بحط كل الاحمال اللي عندي سواء ديد لود او لايف لود. ديد لود جايه منين؟ ديد لود جايه من الكوبري ومن البغله، واللايف لود قلنا مالناش دعوه بالونش ولا البوابه اللي بتترفع ولا بتتنزل ولا تنزل، فجبناها من اللايف لود منين؟ من الكوبري برضه، اللي هو العربيات اللي ماشيه على الكوبري واللي هو الناس اللي ماشيه على الكوبري. بترسم جنبك الكوبري كده القطاع بتاعه وتحط عليه الاحمال كده يمين وشمال وفي البلاطه. وزي ما قلنا من شويه انا بصمم اي حالات تحميل بحطها على البغله برسم البغله في البلان،
هذا البغله ايه في البلان، طب هو ان البغله بصممها ازاي او بحط الحمل عليها ازاي من السنتر للسنتر، يعني من سنتر البغله اللي بين البغلتين للسنتر برضو اللي بعد من البغله للبغله، وبعدين بحمل برسم البلاطه بتاعت الكوبري من السنتر للسنتر، طولها قد ايه وعرضها قد ايه، هذا العرض اهو بتاعها عباره عن البي بريدج الكلي اللي هو 10 زائد 2 في 1 بتاع السايد ووك يبقى 12. طب طولها قد ايه؟ الطول بتاعها قلنا من السنتر لاين لاول البغله اس على 2، وبعد كده عرض البغله تي بي، بعد كده من اول البغله لحد السنتر اس على 2، يبقى كلها على بعضها الاس زائد التي بي. تمام كده كلام جميل قوي. طب هنحل ازاي بقى يا باشمهندس؟ وانا جبت لسه لودز؟ لا ما جبتش لسه الاحمال. اول حاجه بجيبها الحمل بتاع البغله، وزن بتاع البغله، دبليو بتاع البغله قلنا عباره عن ال افكتيف، اي وزن في الدنيا عشان الناس بتنسى، تقول اجيب وزن البغله ازاي، اي وزن في الدنيا هو عباره عن الجامه في الحجم، الجامه بتاعتي جامه خرسانه مسلحه او خرسانه عاديه على حسب هو مديك ايه او عايز ايه، الحجم بتاع البغله، ارتفاعها في طولها في تخانتها، طولها اللي هو الطول الفعلي اللي هو الطول الفعال اللي انا شغال بيه، اللي هو انه هنشتغل حاجه اسمها ال افكتيف مش ال بير عشان الناس ما تسرحش، اللي بشتغل بيه في الاحمال ال افكتيف، في ارتفاعها اتش بير في التخانه بتاعتها تي بي، ال افكتيف جبناها من الصفحه اللي فاتت 16 1، ارتفاع البغله 4.5، تخانه البغله 1، في الار بتاع في القمه بتاعت الخرسانه المسلحه المفروض دي 2.5 عشان تبقى طن، الناس طلعت دي مش 25 دي 2.5، طلع معايا الحمل بتاع او وزن بتاع البغله 181.13، على فكره الرقم ده محسوب صح على 2.5. نكمل. طب بعد كده الديد لود واللايف لود، احنا كنا بنجي في اول السيكشن كنا بنعمل الاون ويت بتاع الكوبري، بناخد الحجم بتاع الكوبري نضربه في الجامه، بس هنا مديني الديد لود، ما هي خلاص ما اجيبش الاون ويت، طالما مديني الديد لود اجيبه ازاي؟ القيمه اللي ادالك بتاعت الديد لود اللي خدت بالك ده طن على متر تربيع، وانا عايز وزن طن يبقى لازم اضرب الحاجه دي في مساحه، اللي هي المساحه اللي بيأثر فيها الكوبري اللي هي كام؟ اول حاجه الديد لود بكام مديهولي؟ انا هجيب ديد لود للكوبري واللايف لود للكوبري واللايف لود للسايد ووك عشان دي اللي مديني الايه المعطيات بتاعتها او البيانات بتاعتها. الديد لود بتاع الكوبري مديهولي 75 طن على متر تربيع اهي، عشان الناس زي بقول لك يعني على عينك يا تاجر، اهي الديد لود طن على متر تربيع، وانا عايز بس وزن يعني بالطن اللي بقى لازم اضرب في مساحه. نرجع تاني، المساحة بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ عرض الكوبري في ارتفاع الكوبري، طول بلاش في ارتفاع، طول الكوبري في عرض الكوبري، طول الكوبري اللي انا بصمم عليه البغلة كام؟ اللي هو البي بريدج مضروب فيه الاس زائد التي بي، البي بريدج عرض الكوبري كله اللي هو 10 زائد 2 في 1 12، البعد التالت اللي انا شغال عليه اللي هو الاس زائد التي بي، اس ب 5 والتي بي بواحد، يبقى ضبط ده كله يبقى معايا 54 طن. طب الدبليو دي لود بتاع الكوبري بيأثر فين؟ في السي جي بتاع الكوبري، منساش بيأثر فين؟ في السي جي بتاع الكوبري. نكمل. اللايف لود دبليو لايف لود بتاع الكوبري بينقسم حاجتين اتنين، لو هو مديني الداتا بتاعت لايف لود للعربيات ولايف لود بتاع الناس اللي ماشيه على السايد ووك. لايف لود بتاع العربيات برضه نفس كام برضه اللايف لود مدولي بطن على متر تربيع، يبقى لازم اضرب في ايه؟ في مساحه. مديني اللايف لود بكام؟ بواحد. المساحه بتاعتي بتاع العربيات بقى عرض في الطول، الطول اللي هو اس زائد ار مش هيختلف، طب العرض هل العربيه تمشي في 12 متر كلها ولا في المسار بتاع العربيات بس 10 متر؟ يبقى عرض المسار اللي بيمشي فيه العربيات اللي هو كام؟ 10 متر. والاس زائد تي بي اللي هو 5 زائد 1، طلع معايا اللايف لود بكام؟ الدبليو لايف لود بكام؟ ب 60 طن. دبليو لايف لود السايد ووك مدينا القيمه دي 4.10، وعباره عن اللايف لود بتاع السايد ووك مضروب في العرض اللي بيمشي فيه الناس على السايد ووك كام؟ بيمشي والله يمين وبيمشي شمال، بس انا بجيب في حاله الماكسيمم نورمال، يعني بجيب في الكوبري كله، معناه اللي 1 زائد 1 اهي
العرض بتاعي بتاع الحمل اللايف لود 1 زائد 1 في البعد اللي بضرب فيه 5 زائد 1 اللي هو الاس زائد الار او الاس زائد التي بي كام 4.8 طن. من هنا اقدر اطلع ايه بقى؟ اقدر اطلع النورمال، اقدر اطلع ماكسيمم نورمال اللي على الكوبري نتيجه الديد لود واللايف لود التحميل الكامل، واقدر اطلع العزم اللي هيحصل. مش قلنا دبليو ديد لود ودبليو لايف لود ودبليو لايف لود هيحصلوا فين؟ في السي جي بتاع الكوبري، هيأثروا فين؟ في السي جي بتاع الكوبري. طب وفي فرق مسافة اكسنتريستي ما بين سي جي الكوبري وسي جي بتاع البغلة، مسمين المسافة دي اي واي، كنا مطلعينها 1.5%. يبقى هنا اقدر استنتج اطلع ايه بقى من الحالة ديت؟ ان ماكسيمم تساوي دبليو بي زائد دبليو ديد لود زائد دبليو لايف لود زائد دبليو لايف لود بتاع السايد ووك 54 بتاع البير و60 و4.8 و181 طلعوا كام على بعضهم؟ 299.9 يعني 300 طن. وما ننساش الاكسنتريستي اللي بيأثر فيها الحمل، مين الحمل اللي بيأثر فيه السي جي؟ هل الحمل ان ماكسيمم كله؟ لا، انت مزود الدبليو بير، الدبليو بير ده بيأثر فيه عند محور واي، بيأثر فيه السي جي بتاع البغله، ما بيعملش عزم. وأما اللي بيعمل عزم؟ اللي بيعمل عزم كل حاجه بتاعه الكوبري، دبليو دي لوب بتاع الكوبري واللايف لوب بتاع العربيات واللايف لوب بتاع ناس ماشيه على الرصيف، سميته ان ماكسيمم داش، ان ماكسيمم داش لايف لوب بتاع العربيات وبتاع الناس والديد لود بتاع الكوبري، طلع ب 118.8 طن. ده هو اللي يعمل العزم ام واي بكام؟ يبقى ان ماكسيمم داش في الاي واي، ما ننساش الاي واي ب 1.5% طلع لي عزم 124.7 طن متر. اقدر استنتج بقى من اول حاله ان ماكسيمم كلها، ماليش دعوه بالداش بقى، انا كنت طلعت الداش عشان نجيب بقى العزم بس، ان ماكسيمم كلها، ان ماكسيمم كلها كام؟ 300، والام واي ب 124.74. حد عنده سؤال في اول حاله تحميل؟ يا اسلام. يا باشمهندس تمام، هو انا كنت عايز اسال السؤال صح؟ اتفضل. انا فكرتك ولا ايه؟ لا، بالنسبه للجزء بتاع الهيتنج اب دوت، لو الدوري في المساله اخده معايا في الواي داون ستريم طبعا تاخده معاك. قصدك في الـ في الـ في الواي اب ستريم بقى، وانت بتجيب ارتفاع الكوبر ارتفاع البغله. تمام، اخده معايا. تمام يا باشمهندس. تمام يا حودة. تمام باشمهندس. لو تمام يا باشمهندس. مين اللي بيسأل؟ انا يا باشمهندس. بعد اذنك ممكن تجيب السلايد تاني؟ مين اللي بيسأل بس عشان اعرف اكلم مين؟ اسراء. ايوه اسراء معاك، اتفضل. لو سمحت حضرتك وضح لي الفرق ما بين اللي هي الان ماكسيمم الاولانيه والام والان الماكسيمم الثانيه، الفرق ما بين دي وان ماكسيمم داش صح؟ ايوه تمام. ان ماكسيمم الاولانيه ديت انا حاطط فيها كل الاحمال الرئيسيه المؤثره على البغله، اللي هم مين؟ دبليو بير وزن بتاع البغله والوزن بتاع الديد لود بتاع الكوبري ودبليو لايف لود بتاع العربيات ودبليو لايف لود بتاع السايد ووك كله. طب ايه ان ماكسيمم داش؟ مش فيه قلنا فيه عزم ام واي هيحصل حوالين محور واي؟ هل وزن البغل هيعمل عزم ام واي يا باشمهندس اسراء؟ لا. ليه؟ لانه وزن البغل بيأثر في السي جي بتاع البغل، فما فيش اصلا اكسنتريستي، الاي بصفر عنده، يبقى اللي بيعمل بس عزم اللي هم ايه؟ الحاجات بتاعت الكوبري، لان في مسافه اكسنتريستي ما بين سي جي الكوبري وسي جي البغل. تمام؟ تمام يا باشمهندس. في حد عنده حاجه تانية؟ ماشي. تمام يا مروان.
مروان تمام هندسه تمام هندسه مفيش مشاكل لحد دلوقتي. طب الحمد لله. ايه الحاله الثانيه بقى؟ الحاله الثانيه بطلع منها ام اكس ماكسيمم، اسف، ماكسيمم ام واي، اقصى عزم بيحصل حوالين محور واي. بعمل فيه ايه؟ طبعا هو ايه اللي بيفضل معايا؟ طب انا اقصى عزم بيحصل حوالين محور واي اعمل ايه؟ احمل نص الكوبري اللي على يمين محور تاني عشان اجيب الحاله الثانيه اقصى عزم ام واي، بحمل يمين محور واي يعني نص الكوبري اللي على اليمين بتاع محور واي. مين محور واي ده؟ محور واي ده اللي هو نص البغله اللي هو السي جي بتاع البغله. تمام، حملته وحطيت عليه ايه بقى؟ طبعا وانا بحط بقطع الكوبري بقطع بقطع بتاع الكوبري بحطه نص ونص تاني، لا بحطه بلاطه كلها بس بحط اللايف لوب بس. حاله التحميل اللي هي الحاله الثانيه والثالثه بلعب في اللايف لوب، ده معناه اللي هيفضل معايا من الحاله اللي فاتت الدبليو ديد لوب كلها، لان الديد لوب الكوبري موجود، البلاطه موجوده والكمر بتاع الكوبري موجود والمشايه بتاعه السايدوك موجوده ووزن البغله موجود. الوزنين دول هيفضلوا معاك في الحاله الثانيه. اللي هيختلف كله عملت ايه؟ حملت نص اليمين بتاع البغله قصدي بتاع الكوبري اليمين محور واي، وقفلت البوابات في الابستريم. طب قفلت البوابه في الابستريم بس ليه؟ لان هيعمل لي ضغط جانبي، الضغط الجانبي ده هيعمل لي عزم حوالين محور واي هيزود لي ام واي، وانا عايز اقصى حاله تحميل. واحده واحده حملت بلاطه الكوبري اللي على اليمين ازاي؟ الديدلوب بتاعتها موجوده بتاع الكوبري كله، حملت حطيت اللايف لوب بتاع العربيات واللايف لوب بتاع السايد ووك. طب طوله ايه وعرضه ايه؟ الطول بتاعه والله اللي هو البي بريدج بس مش نص الكوبري، لا انا بحمل الشوال اللي على يمين محور واي اللي هي المسافه دي، ونعرف هنجيبها منين دلوقتي. السايد ووك انا عارف مسافته مش هتغير اللي هو 1 متر. طب عايزين نجيب المسافه بتاع اللي بيحمل فيها اللايف لوب بتاع العربيات. طب مش من طرف السايد ووك لحد السي جي ده نص البلاطة؟ طب عرضه كام؟ اللي هو عرض البلاطة على 2 اللي هو 10 على 2 فيها 5، كده وصلت للسي جي بتاع الكوبري. بس لسه في شوية كمان محملين لحد محور واي، المسافة للإكسنتريستي اللي هي 1.5%، يبقى كله على بعضه 1.5% زائد 5 يبقى كام؟ يبقى 6.5%. دي مسافة التحميل بتاعة البلاطة اللي ماشي عليها العربيات. أمال مسافة التحميل بتاعة السايد ووك 1 متر ما تغيرش. واحد يقول لي طب الترابزين ده ايه؟ همشي اجيب ناس هتمشي فوق الترابزين كمان؟ ماشي؟ تمام. طب العرض بقى بتاع اللي بيأثر فيه هو برضه الاس زائد التي بي. ما تنساش البغلة أو الكوبري محمل ما بين بغلتين، يعني أنا برسم بغلتين اللي ساند عليها الكوبري، وأدل ده مسافة التحميل بتاعتي، أدل عرض الإس إيه عرض الفتحة بتاعت المية، ونص التي بي ونص التي بي يعني الإس زائد التي بي. ليه بقى مثلث الضغط الجانبي؟ يكون أي مية بتضغط على حاجة، أي حاجة موجودة في المية غطاها في الفلويد ميكانيكس تعمل ضغط جانبي. قيمته كام؟ الجاما في الإتش ده قيمة الضغط، ارتفاع المية بتاعت الضغط اللي بيأثر فيها هي سبب الضغط واي اب ستريم. هي كانت 3.5 ولا 4.5؟ هي 4، هي الواي اب ستريم بقى اشوفها كده. سبب 4.5، 4.5 يا راجل. 3.5 اهي، 3.5 يا حودة. 3.5 هو الوقت متأخر، انا لسه الساعة 6 المغرب يعني ولا العشاء. انا عارف اليوم بتاعكم النهاردة زحمة بس معلش، احنا مهنجين خالص، احنا مهنجين خالص. لا وعلى فكرة المثال ده مهم جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني هو من الاخر هو اللي بتاعت التصميم الانشائي اصلا. للاسف للاسف كروت خالص في المحاضرة. انا دلوقتي بكروته لك
لا لا بيقول المحاضره مش هنا. طيب ماشي نكمل. يعني ده انت ماشي معانا والله واحده واحده، ده كده حلو. على فكره انا مش معاك في السكشن والله يا باشمهندس، بس عرفت انك انت تشرح السكشن كويس وحاطط معاد اضافي يعني وكده، عشان كده حضرت معاك والله. مين اللي مش عرفنا هنا ده؟ مين اللي بيتكلم بس مش شايف؟ احمد الوان. ايوه السكشن كام يا احمد؟ انا سكشن واحد. مين اللي بيديك؟ باشمهندس محمد الكيرو. ماشي يعني. طب فاهم حاجة علوان؟ أيوة تمام، الدنيا ماشية لغاية دلوقتي تمام. طب الحمد لله. نكمل. كنا واقفين على آخر حاجة عند الضغط الجانبي يا محمود. يا خالد ركز بقى. ارتفاع الماية في الأبستريم قلنا 3.5. قيمة الضغط الجانبي جاما في الإتش ووتر اللي هي جاما بتاعت الماية 1 طن على متر تربيع، آسف تكعيب، مضروبة في ارتفاع الماية في الأبستريم 3.5. ركزت الضغط بتاعي لو نص القاعدة في ارتفاع نص في الجاما ووتر اتش ووتر في ارتفاع المية في الابستريم. واوعى تنسى الحتة دي، العرض اللي بيأثر فيه مثلث المية اللي هو ده اللي هو البعد الثالث، اوعى تنساه. رقم ده اس زاد الارض اهو، حط حلقة في ودانك. طالما بتصمم بغلة اعرف العرض الثالث البعد الثالث بتصمم عليه ايه. ماشي، ما انساش اضرب في الاس زائد الار اللي هو البعد الثالث بتاع مثلث الميه. طلع بكام؟ بيوطه 36.75 طن. نرجع تاني لموضوع التحميل بتاع الكوبري. عايز اجيب بقى اللي هو قيمه القوه اللي بتاثر هنا كام، وقيمه القوه اللي بتاثر هنا كام، عشان اجيب عزم ام واي. القوه اللي بتاثر في الحارة بتاعت العربيات، أنا عايز قوة صح؟ والقوة دي هي عبارة عن ضغط في مساحة. إيه الضغط بتاعي اللي هي قيمة اللايف لود بتاع العربيات اللي هو 1؟ طب إيه المساحة اللي هي المساحة بتاعت الكوبري اللي بيأثر فيها العربيات؟ عربيات بس اللي هي كام؟ 5 زائد 1.5 اللي إحنا لسه حاسبين ال واحد ديت اللي هي 1 اللي هي 6.5. الناس بس تكتب هنا كده اللي 1 بتساوي 6.5 من تحت هنا كده. ماشي، لما نشرحه من تحت احسن. ايه المسافه دي كلها 1.5 و5 يبقى 6.5 في العرض الثاني اللي هو اس زائد تي بي. كده جبنا المساحه في الضغط اداني قوه 1 في اس زائد تي بي اللي هي 6 اللي هو مسافة بتاعة التأثير 5 زائد 1.5 6.5 بكام؟ 36.3 طن. ايه بقى مسافة مش دي قوة وهتعمل لي عزم؟ طب ايه رأيك اطلع زراع العزم بالمرة؟ طب زراع العزم اللي هي المسافة دي كلها اللي بتأثر فيها الحمل على الاتنين، يعني المسافة دي كلها 6.5، عايز اجيب لها زراع عن السنتر بتاع البغلة ب 6.5 على 2 اللي هي 3.3 عشان ما توهش تاني وانا بجيب الام و الدبليو بتاع الرصيف. فرض قوة عبارة عن ضغط في مساحة، الضغط ب 4.4 طن على متر تربيع، المساحة بتاعتي اللي هو الطول اللي بيأثر فيه السايد ووك اهي من فوق احسن 1 متر مضروبة في العرض بتاع الكوبري اس زائد التي بي. بكام ده كله؟ 2.4 طن. مسافة التحميل او المسافة بتاعت ثواني يا شباب دي وجاي لكم زمان. ايه رايكم في الميعاد بتاع الاسنان بتاع الشباب؟
ايه يا جدعان، تالت جدول ينزل شفا اقسم بالله. الله هنشيلهم بحظهم كلهم. المشكله ان يعني، طب فين بقى شا؟ عايزين نعرف ام شافوا الاساسات امتى، حد يتكلم يا ولا حد شباب يقول له اي حاجه. في تسجيل في الفيديو، بلاش كلام هنا. اه صح. انت عندك شفا ولا ايه يا رجال؟ اونلاين ان شاء الله. للاسف شفا اونلاين. اه الدكتوره بقى فاضلنا كده بس. بجد والله شفا بتاعك اونلاين؟ اه والله. اه والله. المواد كلها ولا ماده معينه؟ خرسانة لغايه دلوقتي. خرسانة اللي لسه. والله يا باشمهندس انا ابغى اعترض بس التسجيل شغال والله. والله يعني اللي شافه. طب كويس، نرجع لمرجوعنا ده، خلينا في الكوبري احسن. خلينا في الكوبري ماشي. اخر حاجه وقفنا عندها ال W، القوه او القوه بتاعت تركيز الحمل بتاع الرصيف جبناها. طب المسافه الاكسنتريستي اللي هي المسافه عشان اللي هضرب فيها عشان العزم بتاع ام واي اجيبها منين؟ اركز دي في النص اللي هي 1 على 2 زائد 6.5 اهي، نص زائد 6.5. نص دي جه منين؟ اللي هي السنتر بتاع القوه اللي بتاثر فيه السايد وول حاد سنتر البغل. طب ام واي بقى، ام واي ايه الحاجات اللي بتعمل عندي عزم ام واي؟ واحده واحده خالص على نفسك. اول حاجه خالص قبل ما انساها، قلنا مين اللي هيعمل عندي عزم ام واي؟ الضغط الجانبي بتاع المي اللي هو البي ووتر. الضغط اللي انا جبته ده اللي هو ما انا ركزته بقى اللي هو 36.7. طب ذراع العزم كام؟ اي ضغط جانبي قبلك ذراع العزم بتاعه تلت الارتفاع بتاع الضغط. يعني ايه تلت الارتفاع بتاع الميه اللي عندي كام؟ واي اب ستريم على التلاتة. ماشي، ده اول حاجه بي دبليو في واي اب ستريم على التلاتة زائد ال W life loop بتاع العربيات في ال EY2 اللي مطلعها ذراع العزم، و W life loop بتاع الرصيف في ذراع العزم. ومنساش اصلا الكوبري نفسه بتاع الديد لود كمضروب في ال EY اكسنتريس بتاعته. الحاله الثانيه عندي العزم بتاعي حوالين محور واي في اربع حاجات، الضغط وعندي اللايف لوب بتاع السيارات واللايف لوب بتاع الرصيف وعندي اخر حاجه ماشي. هلاقي ده رقم كبير بتاع بلو 54، مش رقم صغير. يطلع كله كام؟ 225 متر. طب الان بقى بتاعت او النورمال الموجود في الحاله ديت، والله هجمع الاحمال الرأسيه اللي هو ايه؟ مفيش واحد بقى يجي ياخد لي بي ووتر بقى، لا مش حمل رأسي ده حمل جانبي. ايه الاحمال الرئيسيه عندي؟ خدها من الاول خالص، وزن الكوبري دبليو دي لوب بتاع الكوبري ودبليو البير وزن البغله، وعندي دبليو لايف لود بتاع العربيات ودبليو لايف لود بتاع الرصيف. يطلع كام؟ 273.8. طب نشوف نقارن كده بالان ماكسيمم اللي كنا مطلعينه هناك، لا ده بكام؟ 300. يبقى فعلا اول حاله فعلا هي اللي طلع لي ان ماكسيمم. حد عنده مشكلة في الحالة التانية يا شباب؟ تمام، طبعا ما حدش علق، ما حدش عنده مشكلة. طب الفيديو شغال؟ اه تمام شغال. اه تمام. ايه الحالة التالتة بقى؟ الحالة التالتة والأخيرة هتطلع لي ماكسيمم ام اكس. انا دلوقتي عايز اطلع اقصى حالة تحميل حوالين محور اكس. طب واحدة واحدة، وايه المرسوم ده؟ ده بغلة وده بغلة وفي بلاط الكوبري بين البغلتين وفي سنتر لاين بتاع سنتر لاين ما بين البغلتين اللي هو بتاع الكوبري. سنتر لاين بين البغلتين اللي هو بيبقى على مسافه كام؟ اللي هو اس زائد الار على 2.
عشان بس الناس تفضل معي. الحالة التالية هاخد معي اف اي دي وان، هاخد معي دبليو دي لوب بتاع الكوبري، وهاخد معي الاكسنتريست بتاعته، وهاخد معي الدبليو بير بتاع البغل. اعمل ايه بقى؟ هحمل نص الكوبري اللي فوق محور اكس. انا عندي بصمم البغلة دي وادي بردت الكوبري، يعني معي طبعا معي كلها دي لوب. انا دلوقتي هحمل نص الكوبري الموجود فوق محور اكس، هذا محور اكس وهذا محور واي. هعمل ايه؟ هحمله ازاي؟ هحط اللايف لوب بتاع العربيات واللايف لوب بتاع السايد ووك يمين وشمال. تاني هعمل ايه؟ قلنا هحط احمل فوق محور ايه. طب احمل ازاي؟ احط اللايف لوب بتاع العربيات بعرض الكوبري بس في نص في نص المسافه بين البغلتين. وايه كمان؟ هقفل البوابه واحده مقفوله كليا هتعمل لي بي ووتر، وواحده مقفوله جزئيا. طب المقفوله كليا بيوتر زي الحاله اللي فاتت ماشي عرفناه. طب المقفوله جزئيا دي هتعمل لي ايه؟ المقفوله جزئيا دي هتعدي ميه من تحتها وهتعمل لي ضغط جانبي على البغله. طب على طول ايه؟ طب هناك كنا بنضرب في اس زي الار، الطول بتاع البيوتر هنا يبقى ايه؟ يبقى ال اف، يعني الميه اللي هتعدينا تاثر لي هنا ماشي، وهتلف الميه كمان هناك. يعني الميه عمرها ما تقف هنا، بس لما تسحب تفتح، وما تفتح هتوصل لحد هناك هتعمل لي بيوتر. البيوتر اللي هيبقى هنا هيتلاشى مع ده. لو واحد يقول لي ده داون ستريم بس كارقام، يبقى مثلا حتى لو ده لو داون لو حسبت الاب ستريم بالهيدنج اب يبقى فرق قد ايه؟ 6 سم. فتقريبا هيلاشى، يبقى من الاخر البوابه اللي هنا والبوابه اللي هنا ضغط الميه اللي عليهم هيلاشوا بعض. يعني ايه هيلاشوا بعض؟ يعني العزم اللي هيحصل لي حواليه محور واي بسبب الضغط ده هيتلاشى مع العزم اللي هيحصل لي حواليه محور واي بسبب الضغط اللي على الشمال ده بتاع المال ووتر سايد الجانبي اللي هو معدي من البوابه اللي تحت دي عشان مقفوله جزئيا، هيعمل لي ضغط جانبي على طول كام الافكتيف. طب تيجي نجيبه بالمره قبل ما يهرب مننا، الضغط كام؟ جاما في الاتش، جاما في الاتش داون ستريم او الاتش اب ستريم هنا الاثنين واحد. بس لو عندك ارقام بالظبط يبقى عندي يبقى المفروض يبقى داون ستريم، لان خلاص دخلت في منطقه داون ستريم وركزت عندي المثلث ضغط نص القاعده في الارتفاع. وما انساش اضرب في البعد الثالث اللي هو عندي كام الافكتيف، امال في الحاله الثانيه كنت بضرب في اس زائد الار. يبقى البي اس نص القاعده في الارتفاع، واضرب في ال افكتيف اللي هو كان 16 واحد من اول صفحه 98 طن. طب وقلنا اي ضغط ميه بيعمل عزم، بس هنا ضغط جانبي يعمل عزم ام اكس حوالين محور اكس. قيمه ذراع العزم كام؟ الارتفاع على 3 او تلت الارتفاع. تلت الارتفاع هنا كام؟ 3 ونص على 3 زي ما قلنا من شويه ده بالعربي. طب انا بقى عايز W لايف لود اللي جاي من الكوبري واحده واحده بقى كده. قلنا W لايف لود اللي جاي من الكوبري هجيب الاثنين على بعض اللي هو الرصيف والعربيات مع بعض. ازاي؟ انا عايز رياكشن صح؟ اه. بس انا في الرياكشن الحاله ديت الرياكشن بتاعي هيبقى عند النقط اللي هي معموله ازرق دي. يعني شفت نص البغله اللي فوق محور اكس دي، نص البغله دي السمك بشاور عليه بالسهم ده، الرياكشن هيكون على واحد في يعني ايه في المنطقه دي كده، عشان برضو لو في بلاطه الجهه الثانيه الرياكشن هيكون برضو ايه في الحته الفاضيه دي، بس لو في بلاطه تحت ماشي. فده مكان ثواني
انا عايز دلوقتي ايه؟ انا عايز الرياكشن بتاع اللايف لود قيمته كام؟ ده رياكشن قوه، يبقى ضغط في مساحه. الضغط اللي عندي كام؟ اول حاجه بتاع العربيات 1 طن على متر تربيع. طب المساحه اللي بيأثر لي فيها مسار العربيات، مسار العربيات ما بيمشيش غير في مساحه او في عرض بتاع العربيات اللي 10 متر. طب البعد الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو الاس زائد التي بي. طب جبت منين اس زائد التي بي؟ انا عندي بين البغلتين ماشي عرضه الاس زائد التي بي، ادي نص تي بي هنا ونص تي بي هناك. على فكره الناس مش معايا. نص المسافه دي بقى يا باشمهندس. ايوه كده، ركز بقى. انا لو سرحت كل نص المسافه يا باشمهندس، ده انت مش قلنا نحمل نص البلاطه اللي فوق محور اكس؟ يعني العرض بتاعها المفروض تبقى عباره عن اس على 2 زائد تي بي على الاثنين. انا عايزك تفوق كده، هو قال يوم طويل بس ايه؟ ما تقلقش احنا مفوقين ان شاء الله، سيبنا من اللبس. ده بالنسبه للعربيات. طب بالنسبه للسايد ووك، قلنا الضغط عباره عن 4/10 في العرض بيأثر فيه بتاع السايد ووك. عندي رصيفين اتنين، واحد يمين وواحد شمال، واحد زائد واحد. طب في عرض كام؟ اللي هو برضه اس زائد التي بي، ادي اس على الاثنين زائد التي بي على الاثنين. اس على اثنين 5/2 ب2.5، وتي بي على اثنين نص 2.5 ونص 3. 3 دي والتلاتة دي ماشي، طلع بكام؟ ب32.4/طن. طب مكان الرياكشن بقى، مكان الرياكشن المسافة ده اهي مكانه، اللي هو الاي عشان ما اجيب العزم حوالين محور اكس. الاي اكس ده اهي، وتعادلنا من السنة اللي فاتت في الكباري، المسافة ده من مكان الرياكشن لسنتر البغلة كان 2/3 التي بي على الاثنين. يعني المسافه ده هي تلتين نص البغله اهي، 2/3 في التي بي على الاثنين. لو عوضت تي بي بواحد يبقى 2/3 في نص 33%. يبقى تاني قبل ما اتحرك من الحاله دي، عشان الحاله دي صعبه شويه. اخر حاله بعمل فيها بطلع ماكسيمم ام اكس، بعمل ايه؟ ببقى رايح معايا الحاله دي وفي ايدي ولا في جيبي دبليو ديد لود بتاع الكوبري، ومعايا الاكسنتريستي بتاعتها، ومعايا الدبليو بير بتاع البغله. طب بحمل ازاي؟ انا برسم البغلتين بتوعي وبعمل محور اكس ومحور واي، بس انا عايز اقصى ام اكس. اقصى ام اكس يبقى بحمل البلاطه اللي فوق محور اكس، بس انا شغال من سنتر لسنتر بغله، يعني من سنتر لسنتر الفتحه، بحمل نص البلاطه اللي فوق محور اكس. نص البلاطه اللي فوق محور اكس، بحط اللايف لود بتاع العربيات، بحط اللايف لود بتاع الناس اللي ماشيه، بعرض الكوبري كله، وبقفل البوابات. واحده تبقى مقفوله كليا هيلاشوا بعض، والتانيه مقفوله جزئيا، هتعمل لي ضغط جانبي بقيمه بي اس. كده اصبح عندنا، عايز اطلع النورمال وعايز اطلع الام اكس، وسبحان الله يطلع عندنا ام واي اساسا من الديد لوب بتاع الكوبري، بس هيبقى صغير قيمته 56. النورمال ايه اللي عندنا؟ نورمال عندنا طبعا وزن البغله ووزن الكوبري وحالات التحميل بتاعتي، اللي هو حاله تحميل اللايف لود. وزن البغله قبل كده كان 181، وزن الكوبري ديد لوب بتاعه 54. طب حاله التحميل دبليو ديد لود اللي هو الرياكشن اللي انا مطلعه 32.4. تمام. مش مهم. ايوه ممكن السلايد اللي هي فوقها دي، لا مش بتاعه النور، فوق بتاعه اللي فوق اللي فوقها. لا دي، ايوه هي دي ماشي. عندنا بوابه مقفول. ايوه هنا يا باشمهندس. ايوه ماشي معاك، اتفضل. عندنا هنا بوابه مقفوله، تمام؟ تمام. وبعدين بوابه مقفوله جزئيا، تمام. يبقى هنا في الجزء ده يتكون لي بي دبليو. البي دبليو بقى اللي هو ارتفاعها قد ايه؟ ارتفاعها اللي في الشمال ده
3. تمام. امال بقى عند الجزء بتاع المقفول جزئيا ده الضغط هنا مش هيبقى زي المقفوله كليا. ماشي، هنا بقول لك اتجاه السهم ده عشان الميه هتعدي من تحت الايه البوابه، يعني هنا مش هيكون ضغط. مش هيكون ضغط، لا مش هيكون ضغط هنا على البوابه دي، وانا خدته ما خدتش غير الضغط الجانبي بس. اما جيت بقى اركز الار ضربت في 2 على 3 التي بي على 2 اللي هو اللي بقى تاني؟ اللي هو الرياكشنات دي اللي هي بتاعت انا عملت الكوبري. عملت ايه؟ امال ايه الاثنين على الثلاثه اللي احنا عملناها هنا دي؟ بتاعت البي ال سي دي. انا مش عارفه في حاجه كانت اثنين على الثلاثه حاجه، بس انا مش قصدك على الاثنين. طب واحده واحده، اثنين على الثلاثه دي الحاجه ديت انا قصدي بيها ان الكوبري الرياكشن بتاعه اللي نازل على البغله بيبعد عن سنتر البغله مسافه 2 على 3 نص البغله. مش انا عندي الحته دي من السنتر ده لحد اخر البغله، مش ده نص البغله؟ مكان الرياكشن بتاع الكوبري بيبقى يبعد عن سنتر البغله مسافه تلتين نص البغله، اهي تلتين التي بي على الاثنين، يعني تلتين نص البغله. ده اللي هو تركيز رياكشنات مركزة. تركيز رياكشن الكوبري. رياكشن الكوبري يعني ده ملوش علاقة بالبي اس خالص. خالص، البي اس ده بتاع المية. الار بقى بتاعت الكوبري اتركزت 2 على 3 ليه؟ ده مكان الركيزة، ده مكان الركيزة بتاعت الكوبري على البغلة. يعني وانتوا واحنا بنصمم الكوبري الركيزه بتاعته ما بتجيش في السنتر بتاع البغله، لا المكان الرياكشن اللي بينزل بيبعد عن سنتر البغله مسافه 2 على 3، وبرده لو في بلاطه هنا لما جه من بلاطه هنا الرياكشن بتاعها برده ينزل في مسافه 2 على 3. يعني محفوظه كده؟ محفوظه كده يا باشمهندس. ده مكان الرياكشن، ده مكان الرياكشن، مكان الرياكشن يا باشمهندس اسماء. دي كنتوا قاعدين انتوا في كباري في التصميم المعماري في الكوبري في ثالثه مدني. ماشي؟ طيب. كود يا باشمهندس. نكمل. ماشي. فمن الحاله الثالثه نستخلص منها ايه؟ اللي انا بطلع منها الان والام اكس، وهنا طلع معايا ام واي ليه؟ لان اساسا من الحاله ديد لوب بتاعت الكوبري دبليو ديد لوب بيعمل لي مسافه اكسنتريستي، يبقى بيعمل لي ام واي دي على قديمه يعني. طب الام اكس بقى اللي هيحصل لي نتيجه ايه؟ ام اكس اللي هيحصل لي نتيجه الميه الضغط الجانبي في المسافه الاكسنتريست بتاعتها اللي حوالين محور اكس، هو ده الضغط الجانبي بتاع الميه ده اللي هو البي اس، بيعمل لي مسافه، بيعمل لي عزم حوالين محور اكس، الذراع العزم بتاعه اللي هو الاي اكس. وما انساش عندي كمان الدبليو دي لود اللي هو الار الرياكشن في مسافه الاي اكس. باشمهندس ايوه الام واي احنا خدنا الديد لود بس ليه؟ ما هو اللايف لود برضه مترحل لانه بيأثر في مركز الكوبري. نفس السؤال. لا مش مترحل في اتجاه المحور واي، يعني بيعمل ام اكس. لا انا بتكلم انه بيعمل ام واي كمان. بقول لك نفس السؤال اللي قصدك. البلاطه دي مش في نص الـ مش في نص البتاع دي، مش في نص الواي. اللي في اكسنتريست يعني، فكده كده المفروض اللايف لود على الاكسنتريست ده يعمل مومنت ام واي بعد. والله ممكن ما حسبناش عشان للتسهيل، عشان لو تخيل يعني مثال طويل جدا 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 فممكن ما احنا دخلناش للتسهيل، لان فعلا البلاطه دي قيمه كبيره يا باشمهندس، هتطلع قيمه صغيره. البلاطه دي بص، البلاطه دي فعلا، البلاطه دي فعلا مش في نص مش في نص محور واي. ايوه ما هو اساسا ده اللي خلنا فيه دي الدور، يعني احنا فاهمين. ماشي، فهي المفروض في مسافه اكسنتريستي اللي يعمل لي ام واي، بس احنا اهملناه. اهملنا بتاع اللي هو أهمل. اللي هو يعني يا باشمهندس ال 32.4 من 10 ده المفروض كان ينضرب برضه في ال 1.5 من 100 صح؟
32.4 في الضرب في 1.5 تعمل ام واي مع ال لان 32.4 دي لما يجي اثر في السي جي بتاع الكوبري مظبوط بالظبط كده ويبعد المسافه اكسنتريستي اللي هي 1.5 عايز تزودها زود بس هطلع لك كام يعني كده هيبقى ام واي كده يعني برضه زي 35 مش الرقم يعني اللي تدور عليه لا بس هتفرق جامد بس انا دلوقتي بس على انا عايز اطلع من الكبير ام اكس تقريبا 90 طن متر يا باشمهندس تفرق يعني هتطلع لي كام يعني 56 و 35 و 80 عايز ازودها ازود هتخش في 90 هتخش في 90 يعني انا قصدي 90 والام اكس طالع معانا ب 126 تحت هنا يعني ارقام تقريبا زودها باشمهندس زودها باشمهندس تمام زود عايز ماشي ان كان ايه الحاجات اللي تعمل العزم عندي اللي هو الضغط الجانبي اللي هو البي اس في مسافه اللي هي تلت ارتفاع الميه في داون ستريم اللي هي 3.5 على 3 وبعد كده عندي الرياكشن ده يعمل لي عزم حوالين محور اكس خلي بالك البي اس والار الاثنين هيعملوا عزم في اتجاه واحد خلي بالك من الحاجات دي الار في الاي اكس اللي هي كتلتين نص البغله اللي كانت 33% طلعت لي عزم 126 طن متر. حد عنده حاجة قبل ما نصمم بقى؟ باشمهندس ايوه معلش انت لما انت كنت بتتكلم في الحساب الام واي ما هو برضو هيعمل اكسنتريستي من ناحية الشمال يعني حتى لو اخدت اليمين لازم تاخد الشمال معاك فالقيمة اللي هتطلع هتبقى فرق ما بين الاثنين لا لا انت كده لا انت كده بعدت خالص يا اسلام طب بص ما بص بص يا نسا ما تلخبطش الناس بالله عليك بالله عليك ما تلخبط الناس احنا لسه في سلايد كام 4 الناس دي فصل انا ما عنديش مشكله اشتغل لحد 12 بالليل بس الناس دي فصل انا عارف بقول لك ايه باشمهندس اتفضل نعتمد كده على الكلام اللي انت كاتبه في البي دي اف ولا هنزود حاجه ولا الدنيا انا بقول لك عايزين تزودهم زودوها في المسافه بقى بس برضه هتضرب في 1.5 يعني هتضرب ايه هتضرب 32.4 طن في 1.5 اللي هو اللايف لود في الاكسنتريستي تمام ده هنضيف على الام واي بس على فكره يا باشمهندس برضه في السكشن عندي لما اشتغل زي ما انت عامل كده هنا يعني ما زودش اللايف لود في 1.5 بس هي يعني احنا بنتكلم من تلاقي ما حدش بس خد باله وقتها تلاقي ما حدش بس خد باله وقتها يعني او ممكن احنا اهملناها للتسهيل عشان ما يعني ايه ما لخبطش الناس يعني انا دلوقتي كل تركيزي ان انا اعمل عزم حوالين محور اكس فهمت قصد ممكن بس اتنست ولا حاجه تمام نكمل بعمل بعد كده عايز اصمم بقى البغله وعايز اصمم القعده امال احنا كنا بنعمل ده كله ايه ده كله لود كل دي حالات تحميل ودي كل دي احمال لسه ما صممتش ممكن تصمم يا اما بالوركينج ميثود يا اما بالالتيميت طب انا عايز اصمم بالالتيميت كل النتائج اللي ورا فوق الام اكس والان دي كلها تضربها في 1.5 تصمم التيميت تخش بقى في الموضوع الاي بتساوي الام على ان والجداول والشرطات والكلام من ده بس خش في الايه في الوركينج احسن اسهل واسرع ماشي يعني في اعمال الري يعني بيحبوا الوركينج مش يعني انت لوحدك كده اللي في الدفعه او خمسه مع بعض كده اتفقوا خلاص احنا هنحل بالالتيميت في الامتحان ما تشتتش نفسك وخش وحل بالوركينج احسن بس صح على فكره انت حل بالالتيميت بس ما تنساش تضرب الاحمال كل اللي عندك في 1.5 بعمل ايه بقى باخد انا عندي عملت 3 حالات تحميل برضو هصمم على الثلاث حالات باخد اقصى حاله فيهم وهتلاقيهم كلهم في اخر زي بعض في التصميم بس الفيديو شغال ولا الدنيا في ايه شغال يا تمام احنا معاك يا باشمهندس شغال ما العشاء تاذن ناخد 10 دقايق بريك الناس اللي عايزه تصلي وحد عايز يخش الحمام بس عشان نركز مع بعض ماشي ماشي قلنا دلوقتي هناخد 3 حالات تحميل اول حاله اللي احنا عملناها
كنا بناخد ال n ماكسيمم لو جبناها من اول حاله اللي كانت 299 وكانت ال m y 124. كان عندي نورمال و m y. بيكون عندي نورمال مومنت بجيب الاكسنتريسي الاي بتساوي الام على الان، قسمتهم على بعض طلع لي 41% اقل من النص، بسميها سمول اكسنتريستي. يعني ايه سمول اكسنتريستي؟ يعني بصمم ديزاين عن نورمال بس كانها عمود، واهمل قيمه الايه الام. طب معادله العمود في الوركنج ميثود ايه بقى؟ الان بتساوي الاف سي مضروب في الاريا كونكريت في 1 زائد الميو في الان. واحده واحده، ايه الان دي؟ دي اللي فوق دي 299، بس دي خليك بالطن، انا كل الشغل بالكيلو جرام والسنتي، ضربت في 1000 عشان حولت الكيلو، بتساوي الاف سي من راس بتاعت ثواني نخلص نسمع الإعلام بس الأول كده، نخلص أول حالة ونسلم الصلاة إن شاء الله. طب بصوا يا شباب، هناخد 10 دقايق من دلوقتي، بالكتير أول ربع ساعة، يعني 7 إلا ربع إن شاء الله هنبدأ تاني. تمام يا أهلا. حد عايز يوقف الريكورد ولا حاجة؟ ماشي؟ الناس تصلي كده و